بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما. فقه الأدعية والأذكار تأليف الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدري يحفظه الله. من أدلة السنة على فضل الدعاء وذكر ضابط في المفاضلة بين الذكر والدعاء. وبهذا تبين لك أن من الناس من يكون تطوعه بالعلم أفضل له، ومنهم من يكون تطوعه بالجهاد أفضل، ومنهم من يكون تطوعه بالعبادات البدنية كالصلاة والصيام أفضل له، والأفضل المطلق ما كان أشبه بحال النبي صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا. فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه رحمه الله. وهو كما ترى مشتمل على تحقيق متقن وتأصيل وافر في هذا الباب العظيم لمن أراد لنفسه الأفضل والأكمل في العبادات والأمور المقربة إلى الله عز وجل. وحاصله أن الأفضل في كل وقت وحال هو مراعاة سنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت والحال. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام والأتمان الأكملان على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه. وهذه قراءة في فقه الأدعية والأذكار للشيخ عبد الرزاق العباد، ونحن في 39 من شهر رجب الفرض الحرام عام 39 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهذه قاعدة أيها الكرام المباركون، أن الله عز وجل يقول ما تقرب في الصحيح ما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. إذن الضابط الأول في التقرب إلى الله عز وجل فعل الفرائض. ما تقرب عبدي بشيء أحب إلي إلى الله عز وجل مما افترضته عليه، هذا رقم واحد. إذن نحافظ على الفرائض، وفي محافظتنا على الفرائض لا نعدو ما أتى عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهو القائل صلوا كما رأيتموني أصلي، وهو القائل تأخذ عني مناسككم. والله عز وجل قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة: والهمزة والسين والياء معنى لغوي صحيح بمعنى المعالج والطبيب. الآسي في اللغة هو المعالج والطبيب. فالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بقدر الله تبارك وتعالى وقدرته هو الذي يعالج أمراض هذه الأمة، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. والله عز وجل يقول وإن تطيعوه تهتدوا. فهذا الضابط الأول. الضابط الثاني: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وكلمة هنا بالنوافل يدخل فيها الاستغراق، كل أنواع النوافل التي يستطيعها كل واحد فينا. وكما قلنا إن الله عز وجل يفتح لعبد في طلب العلم، ويفتح لآخر في تلاوة القرآن، ويفتح لثالث في حفظ السنة، ويفتح لرابع في الصيام، ويفتح لخامس في العمرة. يعني أعرف من الناس خميس ليلة الجمعة وليلة السبت هو في مكة يعتمر ويطوف ويجلس، ونعرف من الناس كل اثنين وخميس عنده مائدة في الحرم ما تنقطع لا في رمضان ولا في غير رمضان. توفيق هذا من الله تبارك وتعالى. وهناك من الناس سبحان الله من هو في كل فجر تجده يصلي في الحرم ثم بعد ذلك يذهب إلى عمله. ولذلك الموفق من وفقه الله عز وجل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا حسد إلا في اثنتين بوب عليها الإمام البخاري. وهنا الحسد بمعنى الغبطة، الحسد هنا بمعنى إيش؟ بمعنى الغبطة. والله عز وجل يقول وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. كما تجد أن أهل الباطل يتنافسون في الباطل، هذا يشبك البنات وده يشبك الأولاد، ومنهم من يشبك الاثنين معا عافنا الله وإياكم. ومن القصص العجيبة الغريبة عافنا الله وإياكم التي أتتني قبل يومين من أحد الناس في مدرسة من المدارس الانترناشنال سكولز، طفلة ذهبت لأمها، أمها بتحممها، طفلة صغيرة لسه في الكي جيز أو لسه فترة الروضة،
فقالت لأمها يعني قبليني، قالت أيوة بنتي أقبلك، قالت لا 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 قبليني في أسفل. جنت الأم جنونها جنونها، قالت إيش يا بنتي؟ لكن الأم تماسكت نفسها، قالت مين يسوي لي كده يا بابا؟ قالت المدرسة والدادة اللي في المدرسة. كم مرة يا بابا؟ قالت مرات كثيرة يا ماما، أنا ما أقدر يعني أعدها، إلى غير ذلك مثل هذه الأمور ومثل هذه الأحوال، عافانا الله وإياكم. فهذه من هذه، ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. ما معنى الأز؟ أي تدفعه دفعا لمعصية ربي عز وجل. ولذلك الله عز وجل يقول قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. لذلك الإنسان لا تفرح لما ترى أنك أنت أن صاحبك يعصي الله وأنت ما أنك قادر تعصيه. ولذلك تجد بعض الناس وهو لا يفعل المعصية ويكتب له وزرها والعياذ بالله. قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهو يضرب هذين المثلين، ورجل آتاه الله مالا فيخبط به عشواء، يخبط به يمنى ويسرى، فيراه إنسان فيقول ليت لي مثل ما عنده فأفعل مثل ما يفعل، فهما في الإثم سواء. أرأيت هذا الفقر وصل لفين؟ حتى في الفقر القلبي وفقر المشاعر يرى صاحب المعصية يتمنى أن يكون مثله. وكما مر معنا في الترغيب والترهيب في ذلك الحديث إن المعصية إذا فعلت في الأرض فكان من شهدها وأنكرها كمن لم يشهدها، ومن لم يشهدها فرضيها كمن شهدها. يعني يقول لك والله حصل في البلاد الشاب ده راح عكس البنتي وراحوا قابلوا ومشوا وذهبوا عفان الله وإياكم، فيجلس هذا يتمنى أنه كان فين؟ يا ليتني كنت معهم، فهو في الإثم والعياذ بالله سواء كأنه شهدها. فلذلك يا إخواني لا تجالسوا البطالين إلا أن تكونوا ناصحين فقط، تنصحه بأن الذي يفعله هذا حرام، فإن لم يرتدع تذهب وتتركه، ودليلك في ذلك وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فلا تقعد. إلا هنا ناهية، والفعل المضارع جزم بالسكون والنهي الأصل فيه التحريم، فلا تقعد معهم انتهاء الغاية حتى يخوضوا في حديث غيره. ما فيها هذه مجاملة، لأن كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. بكثرة جلوسك مع البطالين ومع العصاة والعياذ بالله تشرب منهم، وكما جاء في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير. حامل المسك له ثلاثة فوائد، إما أن يحذيك أو أن تبتاع منه أو أن تشم منه رائحة طيبة، إن لم يكن كريما فيعطيك، أو لم تكن أنت ذا مال فتشتري على الأقل شيء منه ريحه طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وأن ترد منه رائحة نتنة أو خبيثة، هذا نافخ الكير. طول ما أنت جالس مع واحد شغال قدام الحدادة وكذا ما تشم إلا ريحة سيئة، أو تيجي شرارة طائرة تقوم إيش تحرق لك إيش ثيابك، تندم على الوقت اللي أنت جلست فيها إيش فيها إليه. فاحرصوا على الجلساء الصالحين كما قال سفيان وغير واحد أو الحسن البصري، لأن الجليس الصالح له شفاعة. ولذلك ربنا عز وجل يقول الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا استثناء متصل إلا المتقين. كل الخلة في الدنيا تنقلب عداوة في الدار الآخرة إلا المتقين. انتبه لمثل هذا جيدا. نعم. في ذلك الوقت والحال والاشتغال يواجب ذلك الوقت ووظيفته ومقتضاه، وبذلك يدرك المسلم الكمال ويظفر بالأفضل والأكمل، على أنه ينبغي أن يعلم أن الأعمال المتساوية في الجنس تتفاضل بتفاضل ما في القلوب من الإيمان والمحبة لله. يا سلام، شوف الكلام الجميل. هذا ما هو ضابطه؟ إنما الأعمال بالنيات. يقول لك القلوب الأعمال المتساوية في الجنس تتفاضل بالنية. هذه نقطة مهمة جدا. يعني تصدق زيد وتصدق عمرو فكتبت صدقة زيد في الصدقات المتقبلة، وكتبت صدقة عمرو في الصدقات الغير متقبلة. الفارق الصدقة واحدة، ريال ريال، وفي زمن واحد تصدق جميعا، ذهب جميعا للصلاة على الجنازة، ذهب جميعا وتبع الجنازة، ذهب جميعا وقبر الميت، ذهب جميعا ودعوا للميت.
لكن هذا في الأجر ما بين الثرى والثريا. ما الذي فرق؟ الإخلاص، أخلص لتتخلص، كما قال سفيان. هنا فرق الإخلاص. ألف فلان كتابا وألف فلان كتابا، لكن كتب الله الزيوع لهذا وكتب الله عدم الزيوع للآخر. ما هو الذي فرق هنا؟ فرق الإخلاص. ولذلك يقول لك ربما النووي له خبيئة كانت مع الله لما كتب كتاب إيش الأربعين النووية، أو كتب كتاب رياض الصالحين عليكم السلام. ولذلك يقول ابن مسعود ليس العلم كثرة العرض ولكن العلم الخشية. ليس العلم أن أنا أجلس وأقعد أرصف لكم الأقوال ويأتي، لا، إنما العلم أن يكون عند الإنسان إيش، يكون عنده خشية. ولذلك في يوم من الأيام يقول الشيخ علي الشبل والده الشيخ عبد العزيز الشبل رحمة الله عليه، كان هو والشيخ ابن عثيمين قرينين في السلف، وكان يدرسان، وحلقة هنا أكبر من حلقة هذا. فلما جاء إليه قالوا ذلك فالله يأتي من يشاء. الغاية ما هي الغاية؟ أنك تبث الخير للناس، صحيح ولا لا؟ جاء الشيخ بن باز في لما كان يدرس في الجامعة الإسلامية، وكان مدير الجامعة الإسلامية، وكان أيام الشيخ الألباني موجود. فقالوا يا شيخ حلقة الشيخ الألباني أكثر من حلقتك. قال ذلك فالله يؤتي من يشاء، وانتهت المسألة. تجد الآن في قلوب بعض من يتجشم العلم ويزعمه يأتي ليفرق الطلاب عن بعض المشايخ زورا وكذبا وبهتانا. الشيخ فيه وفيه وفيه وما عنده ولا بينة. هل سمعت من الشيخ؟ طب هل ناقشته في المسألة دي؟ يقول لك لا. قالوا لي يا أخي ما أجمل أن تنقل مني ولا تنقل عني، والفرق بينهما العين والميم. ما أجمل هذا. لا يريد بأي طريقة أن يفرق الطلاب عن إيش؟ عن الشيخ، لمأرب في نفسي. وأشد ما تجد الحسد يكون حسد الأقران، أيا كان هؤلاء الأقران. يبيعون زيت بجوار بعضهم البعض، بيع الزيت جنب بتوع الزيت، محلات كلها تبيع سلعة واحدة، وتجد الحسد يكون بينهم. بينما تجد بعض الناس، جاء إنسان يشتري منه، قال له يا هذا نفس البضاعة عند جاري أفضل منه وأرخص، اذهب إليه. نعم، كما أحكي لكم، ويكتب الله البركة لهذا الشخص من الناس. ليه؟ قضية الإخلاص هذه قضية جدا عظيمة، لابد أن تكون لكم على بال. قبل أن تخرج الصدقة لابد أن تعالج قلبك قبل إخراجها. سفيان رحمه الله أكبر. سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري رحمه الله، هذا الرجل العجيب رحمه الله رحمة واسعة، قال له صاحبه هيا بنا نتبع الجنازة، فقال انتظر حتى أنوي. ليتحول من المجاملة إلى الإخلاص وإلى عقد النية. نعم، تفضل. جربوا ما كان عليه السلف رحمهم الله الإمام، أنه ينبغي أن يعلم أن الأعمال المتساوية في الجنس تتفاضل بتفاضل ما في القلوب من الإيمان بالله والمحبة له والتعظيم لشرعه وقصد وجهه بالعمل تفاضلا لا يحصيه ولا يحيط به إلا الله. نعم. نسأله سبحانه أن يهدينا وإياكم إلى أحسن الأعمال، لا يهدي إلى أحسنها إلا هو، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل. اللهم آمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.